في شأن التربوي وتفعيل لمفهوم التعلم مدى الحياة لدى المستفيدات والمستفيدين من برامج محو الأمية وتشجيعهم على التكوين الذاتي، وبناء على الشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وبرامج جمعية هي وهو سيان، نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قليميم وادنون لقاء جهويا للتعريف بهذا البرنامج. المزيد رفقة حيجب تامك ومحمد فاضل عبيدة. خلال هذا اللقاء التواصلي الجهوي والمنظم من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وبحضور جمعية هي وهو سيان، والهادف أساسا إلى التعريف بتجربة الجمعية من خلال برنامجها تعلم لتفيد، وقد تميز هذا اللقاء بإعطاء مجموعة من الشروحات والمعطيات من طرف جمعية سيان أطلعت فيها المشاركين والمشاركات على أهداف وآليات وتفاصيل هذا البرنامج والتعريف بمختلف وسائله وخصائصها. هذه اللقاءات التواصلية كلها تهم التعريف ببرنامج تعلم لتفيد، البرنامج الذي أطلقته جمعية وسيان منذ سنة 2006، وهذه اللقاءات تعتبرها جمعية وسيان أول مرحلة من مراحل التعميم. سنحضر مع هذه الجمعية وسنقيم هذا البرنامج، هل يمكن تنزيل هذا البرنامج والأفكار ديالو على الواقع، ولا كتحتاج الى مكونات اخرى باش يمكن دير هذا البرنامج. وهذا هو من اجل التجربه ومن اجل الافاده كنحضروا لهذا الاجتماع. وقد شكل هذا اللقاء التواصلي فرصة لعدد من الجمعيات الشريكة في مجال محاربة الأمية بجهة قليميم وادنون للاستفادة من تجربة هذه الجمعية في مجال برامج محو الأمية وتشجيعهم على التكوين الذاتي. تجربة ديال هاد الأخوات يعني تجربة قوية جدا، تجربة عظيمة جدا، والملاحظ أنه كيتكلموا يعني بواحد المواطنة، واحد الغيرة على هاد الوطن، واحد الغيرة على هاد الناس اللي ما قراوش، وكنشجع يعني جميع الناس اللي ما كانش عندهم فرصة باش يقراو باش يلجؤوا زعما لهاد الجمعيات اللي كيساعدوا في محاربة الأمية، باش يعني لا تقدم البلاد ان شاء الله الى الامام. وياتي هذا اللقاء ضمن سلسله من اللقاءات الجهويه التي تنظمها جمعيه هي وهو سيان في مختلف مدن المملكه للتعريف ببرنامج تعلم لتفيد وكيفيه تنزيله على ارض الواقع، وذلك من اجل محاربه الاميه والهدر المدرسي.